عندما تختار الشاعرة الصفحة، عايز أقول لكم على حتة الجوهر النشط. إزرا باوند الشاعر الكبير كان يذهب إليه الشاعر الكبير أيضا تي إس أليوت وهو صغير، فيكتب قصيدة طويلة جدا ويذهب إلى أستاذه إزرا باوند لكي يعرضها عليه. فإذا إزرا باوند يمسك القلم الغليظ ويقعد يشطب 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 في أبيات الشعر، ثم يترك له بيتين أو ثلاثة أبيات ويقول له هي دي القصيدة، وهو كاتب 10 صفحات. فكان ينهار الشاعر تي إس أليوت، يقول له إيه ده؟ فين بقية القصيدة؟ يقول له كل ما شطبته هو الإرهاصات، ولكن هذا هو الجوهر النشط، الجوهر النشط، وكأنه هو ده اللي اسمها اللي هو اسمه بقى الكور بتاع جوهر الشعر فيها. بيت القصيد، بيت القصيد. فالدكتورة هي اخترتي صفحة كام؟ 57. الله نقطة زيت 57. الله ونقطة زيت، شكلي هلبس قضية النهاردة. الله ونقطة زيت. الليل داكن والبرد قارس والهواء ثائر وصاخب، يصارع عصف الشتاء ويداعب حفيف الأوراق المتناثرة من أحضان الأشجار، لتتهادى برقة على صدر التربة معلنة بفخر قدوم فصل الشتاء. أشم رائحة الأرض العابقة بعطر الشتاء، كم هي جميلة هذه الرائحة. أحن إلى أريج عطرها الذي يتأرجح خجلاً ليلامس أنفي، ثم يعود منصهراً في أحضان الأرض ليقطن داخل جذورها إلى الأبد. كم هو نبيل، كم هو نبيل تعلقنا بالأرض وبالجذور، كم هو ثمين حبنا لها. إنه يعكس سر وجودنا وتعلقنا بالتقاليد وحبنا للتراث. آه يا إلهي، كم أنا بحاجة إليك لتنسيني عذاب الغربة الأليم. أنت ملجئي، أنت ملجئي الوحيد يا رب في كل الشدائد، فكن لي عونا دائما. اشتقت إلى أرضي، إلى ذكريات الطفولة، أحن إلى صوت أمي درويش، أحن إلى صوت أمي، إلى فرح أصدقائي، إلى أيام الشباب، إلى رائحة البخور الذي يفوح بين جدران الكنائس، إلى ترانيم الخشوع التي تنساب من فم الكاهن، إلى ضيعة الجميلة الخلابة، إلى صوت الناي الحزين من يد شاعر ثار على الكون ليطلق نغما جميلا تغنى به شعرا وأزهر قافية. ما زلت أذكر جيدا كلماته الرنانة عندما اقترب مني وقال: اقرأي هذا الديوان يا صديقتي. هذا شاركم؟ اقرأي هذا الديوان يا صديقتي. الله ونقطة الزيت، الله ونقطة الزيت. إنه ديوان من نوع آخر، كتبته عن قناعة شخصية وبصراحة مطلقة، معتمدا على الأمور والمستجدات التي تدور حولنا كل يوم. كنت جريئا لأبرز الألم الذي ينتابني من جراء الظلم والكفر الذي يمارس حولنا. أتمنى أن يعجبك محتوى لي كتاب عن شربل أيضا، عن شربل عنوانه حذاري أن تصادق شربل بعيد، حذاري أن تصادقه، لأن من يقترب من شربل بعيني يقع في أسره، يقع في أسره كما يقع تقع الفراشة في شبكة العنكبوت، ولكنه الشرف الجميل، الشرف الآسر، لأن شربل بعيني شخص آسر
حقا هو لمن لا يعرفه هو الذي على هذه الصورة وهو يعيش في سيدني الأسترالية، شاعر غزير يتكلم يتنفس شعر، يعني حينما يتكلم الشعر يخرج منه تلقائيا كده دون ترتيب ولا نظم، هو ليس ناظما ولكنه شاعر مفطور. نقول على هذا النمط من الشعراء أنه شاعر مفطور، أي أن الشعر جزء من تركيبته وجزء من الانفراستراكشر يعني أو البنية أو عظامه ولحمه، فهو إذا تكلم وإذا تنفس تنفس وتكلم شعر. أرسل لك يا شربل يا صديقي يا أخي كل المحبة من مصر التي أعلم كم تحبها، وعلى شرف أولئك الأصدقاء العظام الرائعين والأصوات الجميلة والموسيقار الجميل مجدي الحسيني ودكتورة هميس عثمان أستاذة الموسيقى والشاعر الكبير أنطون جورج أنطون وناجي ويليام وكل أصدقائنا من لبنان ومن مصر ومن أستراليا، يعني أنا سعيدة جدا بهذا اليوم الجميل وسعيدة أنني لم تفوتني هذه المناسبة الراقية والرفيعة. أشكركم ونلتقي دائما على شرف الشعر وشرف الموسيقى. شكرا لكم.